السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنتكلم عن أمينة رزق. أمينة رزق تزوجت تحت التهديد وسمحت لفنانتين فقط بزيارتها. هنعرف الحكاية كاملة قبل ما نبدأ الفيديو. صلوا على النبي، ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير عشان يوصلوك كل فيديوهاتنا الجديدة. الفنانة القديرة أمينة رزق اللي بتعد واحدة من أهم الفنانات اللي قدموا دور الأم على الشاشة المصرية. ولدت أمينة رزق في مدينة طنطا في 15 إبريل 1910. بدأت دراستها في مدرسة ضياء الشرق عام 1916. انتقلت مع والدتها للعيش في القاهرة مع خالتها الفنانة أمينة محمد أثر وفاة والدها، وكان عمرها 8 سنوات. بدأت الفنانة أمينة رزق مشوارها الفني من على خشبة المسرح. ظهرت لأول مرة على خشبة المسرح عام 1922 في احدى مسرحيات فرقه علي القصار في مسارح رود الفرج. انتقلت للعمل في فرقه رمسيس المسرحيه اللي اسسها عميد المسرح العربي يوسف وهبي عام 1924، واستقرت امينه رزق مع فرقه يوسف وهبي حتى ان معظم المسرحيات اللي قامت ببطولتها كانت امامه، ومن ابرز المسرحيات السنيوره وانها حقا عائله محترمه ويا طالع الشجره، وارتبط اسمها بأساتذة وفنانين وأصبحت من الشخصيات الرئيسية في المسرحيات. هنتكلم بقى على الجزء الأهم في حياة أمينة رزق. بالرغم أن أمينة رزق عرفت بلقب عذراء السينما المصرية نظرا لعدم زواجها طول حياتها، إلا أنها مرت بتجربة صعبة للغاية حيث أجبرت على الزواج من قبل أهلها، وهو الأمر الذي خضعت له بسبب تهديد أهلها بالقتل، حيث حدث شجار بينهم لمدة 11 يوم بعد كتب الكتاب فتم الطلاق. وفقا لرواية أمينة رزق في حوار تلفزيوني نادر، رفضت الراحلة الزيارات من الوسط الفني ومن أصدقائها، وكتبت ورقة اعتذار رقيقة للجميع لعدم استقبالهم، ولم تسمح لأحد بزيارتها سوى الفنانة ليلى فوزي والفنانة معالي زايد، واللي كانت قد تقربت منها في العشر سنوات الأخيرة من حياتها. شاركت أمينة رزق في أكتر من 150 فيلم اختيرت بعضها مثل دعاء القروان من بين أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وفيلم بورسعيد وبداية ونهاية وبائعة الخبز وأريد حلا وكمان التلميذة وقبلة في الصحراء وشفيقة القبطية وشاويش نص الليل وناصر 56 واستاكوزا والكتكات والانتفاضة وشارع السد وصراع الأحفاد والإنس والجن وغيرها من الأفلام. وشاركت في حوالي 96 مسلسل، السيرة الهلالية والإمام البخاري والهاربات من الماضي وفارس الرومانسية والمتولي والبشاير وتمن الخوف وأوبرا عايدة ومحمد رسول الله وليلة القبض على فاطمة وعصفور النار وضد الطيار وخالتي صفية والدير وأوراق مصرية وغيرها من المسلسلات المهمة جدا. وكمان توفت أمينة رزق في عمر يناهز 93 عام في عام 2003 بعد أن أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد صراع استمر لمدة شهرين مع المرض وتوفيت في المستشفى. ديت كانت محطات في حياة أمينة رزق. تابعوا القناة عشان بينزل عليها حكايات كتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ومع السلامة.